صباح الخير عليكم، مرحبا بكم، ان شاء الله راكم كامل بخير. رايحين نديروا نموذج تاع اختبار تاع فرض تقويم المهم في اللغه العربيه للثانيه ابتدائي، راكم تشوفوا فيه. بون، نبداو على بركه الله. كنت حابه نكتبوا بيدي مي الله غالب ما كفانيش الوقت، معليش نحط لكم هكذا ان سوجي. يعني نحب نكتب بيدي تشجيعا للامهات باه ما يعجزوش، باسكو انا راني مجربتها وعلى بالي بلي صعيبه. المهم نبدأ على بركة الله. السند: استعد مراد لممارسة رياضته المفضلة، غير ملابسه وحمل حقيبته، واتجه إلى الحافلة التي ستقله مع زملائه إلى المسبح الوطني، فهو يحب رياضة السباحة ويمارسها أسبوعياً لأنه يعلم أنها مفيدة للجسم والعقل معاً. نبدأ بالأسئلة. عندي البناء الفكري. أول سؤال: ما هي رياضة مراد المفضلة؟ استعد مراد لممارسة رياضته المفضلة، صح. غير ملابسه، حمل حقيبته، واتجه إلى الحافلة. وين راحوا؟ راحوا إلى المسبح الوطني، فهو يحب رياضة السباحة. دونك رياضة مراد المفضلة هي السباحة. عندنا السؤال الثاني: ماذا تفيد الرياضة؟ وش قالوا لنا؟ لأنه يعلم أنها مفيدة للجسم والعقل مع تفيد الرياضة الجسم والعقل معا. عندنا السؤال الثالث: هاتي مرادف الكلمة التالية من النص ثم وظفها في جملة من إنشائك. عندي ثيابه. وشنو هما الثياب؟ الثياب هما الملابس. هايليك ملابسه. جملة من إنشاء التلاميذ. عندنا الجملة، نقولوا اشتريت ملابس جديدة. عندنا البناء اللغوي. استخرج من النص. عندنا فعل، حرف جر، اسم مجرور، تنوين بالفتح. دونك فعل، عندنا استعد. كيما يعرفوش ولادكم قولوا لهم، زعما ما عرفش الفعل قولوا لهم اسكو نقدروا نصرفوه، اسكو نقدر نقول انا استعد، انت تستعد، نحن نستعد. دونك هذا الفعل دونك هذه الكلمه راهي تصرف معناتها راهي فعل. يعني الا ما فهمش شنو هو الفعل الى اخره، يعني الا جاوه شي صعب صرفوه لهم وشوفوا. الا باغ اكزومبل مدلك كلمه وهي ماشي فعل، قولوا نقدر نقول انا مسبح، انت مسبح، هو مسبح، هن. فهمتوا كيف؟ فهمتوني كيف؟ دونك عندنا حمالة، هاوليك فعل، نديرو حمالة. عندنا حرف جر هايليك الى حرف جر. اسم مجرور، يعني دائما يكون سابق حرف جر. عندنا الحافلات، هذا حرف جر واسم مجرور، حرف جر، المسبح اسم مجرور. عندنا لي، وعندنا ممارستي. نروحو تنوين بالفتح، يعني كلمة تنتهي، يعني الحرف الأخير يكون فيه زوج فتحات. أسبوعياً، تنوين بالفتح، أسبوع
عين بهذه الطريقة. نجوزو السؤال اللي بعده، أكمل الجمل التالية بضمير مناسب. تلعب مع أصدقائك، واش نقوله؟ هو تلعب مع أصدقائك، ولا نقوله أنت تلعب مع أصدقائك؟ أنت تلعب مع أصدقائك. فزتما بالسباق، هما فزتما بالسباق، أنا فزتما، لا لا، أنتما، أنتما عفوا فزتما بالسباق. التمرين الثالث، وظف الصيغة ليس في جملة من إنشائك. عودهم جملة تكون من ثلاث كلمات بسيطة، من بعد يعني كما يقولون نزيدوا لهم. كي يدير جملة يديرها صغيرة، قل له يعني من ثلاث كلمات تكفي. السؤال الرابع، اكتب حسب المنوال. أنت أنجزت واجبك، أنت تنجز واجبك، أنت أنجزت، أنت أنجزت. أكدوا لهم على الفتحة هنا وهنا باش نفرقوا، مام يعني باش الأستاذة تمد لهم العلامة، يمدها لها بلا فتحة بلا كسرة، ما تعرفش اسكو غلط ولا ما غلطش. عندنا أنت تنجزين واجبك، تنجزين واجبك. الوضعية الإدماجية، ألاحظ الصور التالية وأعبر عنها. عندنا ثلاث صور، خلوهم يكتبوا ثلاث جمل بسيطة. عندنا في الصورة الأولى عندنا نشوفوا طفلين راهم يلعبوا في كرة القدم. شوفوا ببساطة الأطفال، يعني جملة بسيطة، يقدر يقول الطفل يلعب أحمد الكرة مع عمر، يلعب أحمد الكرة مع عمر. الصورة الثانية، ركل الطفل الكرة نحو المرمى، أو باتجاه المرمى. هنا يا الطفل، يعني التلاميذ يسميه كما يحب، أي اسم يحب يسميه. وعندنا في الصورة الثالثة، فسجل هدفا، بهذا نكونوا كملنا النموذج تاعنا لنهار اليوم. سنوني في نماذج أخرى بإذن الله. قولكم تهلاو في رواحتكم وفي وليداتكم، وسلام.